الحسبة اللي حتقوم عليها المقابل المالي حتكون على سعة المحرك مش الأسطوانات. في ناس بتفكر إنه كل ما زادت الأسطوانات، لا، هو بسعة المحرك. طبعا سعة المحرك عندك باللترات، توصل مثلا إلى 5 6 لتر حسب السيارة. أي طبعا كل ما زادت سعة المحرك بالسي سي أو باللتر، حيكون طبعا المستوى المالي بيكون أعلى. طبعا لا ننسى إنه الآن صار فيه خيارات إضافية غير البنزين. صار الآن يعني في السوق، الآن في عندنا السيارات الهجين اللي هي السيارات الهايبريد اللي هي نص كهرباء ونص بنزين، وكمان عندنا السيارات الكهربائية بالكامل. طبعا هو القرار بيكون تشجيع لاستخدام سيارات بسعة محركات أصغر عشان البيئة. طيب الـ كم المقابل المالي اللي حيكون موجود على السيارات اللي سعتها أكبر؟ طبعا هو الان بحسب اللي صدر من الهيئه السعوديه للمواصفات والمقاييس، اعلى شيء للان 190 ريال شهريا، عفوا سنويا، بتفرض على السياره. يعني احنا نتكلم المتوسط لللترات، اذا المحركات الكبيره اللي موجوده عندنا في السعوديه، يعني من 5.3 5300 سي سي الى 6000 سي سي، 6 لتر تقريبا في المحركات. هل الموضوع له علاقة بموديل السيارة ولا لا؟ هما طبعا الشريحة الأولى كانت لطرازات 24، بعد كذا من منتصف عام 2024 حتبدأ على السيارات اللي قبل. يعني معليش اشرح لي النقطة هذه. يعني هما دحين طبعا الشريحة الأولى اللي حيتم تطبيقها ايه على السيارات الخفيفة. طبعا لما احنا بنتكلم ايش معنى سيارات خفيفه، اللي هي سيارات الركاب، سيارات المتعدد استخدامات اس يو في، ولكن غير الشاحنات، حتكون على السيارات الخفيفه لموديلات 2024. يعني لما تشتري سياره موديل 2024 ايه حيبدا تطبيق القرار عليها من استمارتها لموديل 24. اذا البداية راح تكون على سيارات موديل 24. نعم. انه من ايه تفضل. من منتصف العام 2024 حيبدأ تطبيق الشريحة الثانية اللي هي الطرازات ما قبل 24 23 وانت نازل. طيب وانت نازل وحتحقق الى وين؟ الى موديل كم؟ حتى الآن ما ذكروا هم، لكن قالوا قبل موديلات 24. طيب